الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. كشف مصدر مطلع في محافظة الأنبار أن وزارة النفط تعمل على استكشاف حقول غاز جديدة في قضاء راوة بالمحافظة، فيما بيّن أنها أضخم من حقل غاز عكاز. وقال المصدر أن فرقا ميدانية تابعة لوزارة النفط تعمل على استكشاف حقول جديدة للغاز في القضاء التابع لمحافظة الأنبار، مبينا أنها تعادل أضعاف حجم الغاز في حقل العكاز، وهناك نية لإحالتها إلى شركات استكشافية واستثمارية. وأضاف المصدر أن نفط الرقعة الاستكشافية في مناطق محافظة الأنبار من النوع الصخري الذي يكلف إنتاجه مبالغ طائلة لا يمكن الاستفادة منها بشكل كبير. أكدت وزارة الزراعة أن شح المياه تسبب بارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي إن شح المياه أدى إلى تقليص مساحة بحيرات تربية الأسماك، فضلا عن قيام وزارة الموارد المائية بإزالة البحيرات غير المجازة، إضافة إلى توجيه أصحاب البحيرات المجازة بردم بحيراتهم للحفاظ على المياه. وأوضح أن العراق يمر اليوم بأزمة مياه، لذلك فإن إجراءات تقليص البحيرات المربية للأسماك أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي أن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 147,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار ليوم أمس 147,000 مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل سعر البيع ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعره 147,750 دينارا، وسعر الشراء 147,700 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. أعلنت السلطات الإيرانية إفراج العراق عن مبلغ 10 مليارات دولار لطهران كانت قد جمدت نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران. وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق أن الأموال التي جمدت بسبب العقوبات الأمريكية تم الإفراج عنها وإيداعها في المصرف التجاري العراقي. هذا وسبق أن أفرج العراق في 10 حزيران الماضي عن 2,700,000,000 دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وعلى الرغم من تسديد العراق للديون إلى إيران، لكن الأخيرة تلجأ بين فترة وأخرى إلى قطع إمدادات الغاز، ما يتسبب بتفاقم مشكلة الكهرباء في العراق. بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية قبل أيام بلغ حوالي 55,000,000 يورو. ووفقا لتقارير قد بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس حوالي 20,000,000 يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة حوالي 35,000,000 يورو. وهذا ويرزح الاقتصاد الفرنسي كغيره من الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة عديد من التحديات المتفاقمة، غير أن الاضطرابات الأخيرة وأعمال العنف التي تلت حادثة مقتل الشاب نائل قد فاقمت الضغوطات على كامل فرنسا. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.